طبعا ذات كان من اهمهم موجه حره، روايه الاستاذ اسامه انور عكاشه، ايوه وده كان تحدي اصعب بقى بكتير كمان، لانه في الاخر ده استاذ اسامه يعني اللي هو ايه ملك الدراما التلفزيونيه، صحيح. فكان برضو تحدي شويه، مش تحدي بس هو كان خوف من المقارنه طبعا. واحه الغروب استاذ بهاء طاهر، مع ان موضوعها غريب شويه ومكانها جديد بالنسبه لنا. واحه الغروب هو ده اكتر حاجه شدتني في الروايه، المكان والزمن، انها في واحه سيوة بتقاليد مختلفه تماما عننا، في زمن نقدر نحكي فيه حاجات مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها.